مطهرين روائع التابعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع روائع التابعين، وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاء وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. حبتي في الله، الحقيقة الواحد وبيتكلم عن التابعين بيقرأ قصص هؤلاء الناس وحياتهم ومواقفهم الجميلة، فعلا بيتمنى أن يكون عايش في الزمن دوت عشان يشوف فعلا زمن عاش فيه رجال أطهار اتربوا من إيدين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وطلع جيل جميل أوي أوي أوي. بنتمنى أن ربنا يجمعنا بيهم على حوض النبي صلى الله عليه وسلم. تعالوا نكمل مع بعض الجزء الثاني والأخير من حياة العلم الإمام الكبير المجاهد سعيد ابن جبير رحمه الله رحمة واسعة. قلنا المرة اللي فاتت يا جماعة أن كانت المحنة الكبيرة في حياة سعيد ابن جبير المشكلة اللي حصلت بينه وبين الحجاج ابن يوسف الثقفي، هذا يعني الرجل الظالم الغشوم اللي كان سفاكا للدماء، يعني سبحان الله. كانت سبب المشكلة أصلا أن الحجاج ابن يوسف الثقفي بعت في يوم من الأيام رئيس القوات بتوعه قوات الجيش اللي هو عبد الرحمن بن الأشعث، قال له أنا عايزك تروح لتغزو رتبيل ملك الترك في مناطق واقعة في حتة اسمها سيجستان، دي بين إيران وبين أفغانستان. وراح فعلا عبد الرحمن بن الأشعث وانتصر انتصار ساحق بفضل الله سبحانه وتعالى، وغنم غنائم كتيرة، وبعت واحد من طرفه بخمس الغنائم لبيت مال المسلمين يوصلها للحجاج ابن يوسف الثقفي، وطلب منه فقط انه يعطيه مهلة يوقف فيها القتال والجهاد علشان بس يعرف مداخل البلاد ومخارجها عشان ما يقحمش الجيش في مهلكة فيضيع جيشه كله مرة واحدة. ما كان من الحجاج اللي انه قابل الطلب البسيط دوت بهجوم عنيف جدا على عبد الرحمن بن الاشعث، وقال له انت انسان جبان وما عندكش جرأة على الجهاد، وانا هدوقك الويل وهعمل فيك وهرفدك من الجيش. فما كان منه الا انه راح مجمع الكبار الجنود والقواد اللي معاه في الجيش وقرأ عليهم رسالة الحجاج ابن يوسف الثقفي. فما كان منهم اللي ان هم كلهم طبعا صدرهم كان شايل يعني من الحجاج ابن يوسف، وكلهم كانوا تعبانين منه لانه كان ظالم جدا وسفاك للدماء. فما كان منهم الا ان قالوا له ايه رايك نخرج كلنا على الحجاج ابن يوسف ونقتله ونشيله بقى من حكم العراق عشان نخلص من ظلمه ومن بطشه. قال لهم ايدكوا في ايدي، قال له خلاص. واتفقوا مع بعض على قتل الحجاج ابن يوسف على انهم يزيحوه من الملك بتاعه. وبالفعل حصلت ما بينهم وبين الحجاج ابن يوسف حروب طاحنه انتصر فيها في البدايه عبد الرحمن ابن الأشعث. واللي زود قوة عبد الرحمن ابن الأشعث ان جم الناس اللي ماسكين الولايات اللي حوالين الحجاج ابن يوسف جم بلغوه قالوا له ده أهل الذمة عشان يهربوا من الجزية اللي بيدفعوها، دخلوا في الإسلام وأصبح النهاردة ما بيدفعوش جزية، وسابوا القرى اللي كانوا عايشين فيها وجم عاشوا في المدن وعملوا مشكلة كبيرة جدا وأزمة كبيرة، وما بقاش في أي فلوس دلوقتي في بيت المال علشان نقدر نجهز بها الجيوش بتاعتك. فده كان موطن ضعف الحجاج، فأصدر قرار ظالم برضو مرة تانية وأمرهم كلهم إن هم يردوا الناس ديت من المدن بعد ما عاشوا فيها وخلاص، وكل واحد عارف أكل عيشه فين وحياته فين ولاستق حياته. أمرهم إن هم يرحلوا مرة تانية للقرى، فخرج الأطفال والنساء والرجال الكل يستغيث ويبكي، وقابلوهم بقى الفقهاء بتوع البصرة والقراء وصعب عليهم الموضوع، حاولوا يتوسطوا مفيش أي أمل. فإذا بعبد الرحمن بن الأشعث يروح يقابل فقهاء وقراء البصرة قال لهم ادكوا في إيديا نشيل الحجاج، قالوا له معاك. فانضم لي من ضمن من انضم سعيد ابن جبير وقف ضد الحجاج ابن يوسف، وحصلت حرب طاحنة بين جيش عبد الرحمن بن الأشعث وبين جيش الحجاج بن يوسف. كان في البداية النصرة لصالح عبد الرحمن بن الأشعث، وفجأة انقلبت الموازين وانتصر الحجاج بن يوسف وفر عبد الرحمن بن الأشعث، وبدأ الحجاج يجي يقبض على الجيش ده كله ويطلب منهم يجددوا البيعة ليه على العراق مرة تانية بما فيها الكوفة والبصرة.
فبدأوا يجددوا البيع، وكان طريقة تجديد البيع كانت يعني قبيحة جدا. كان يجيب الواحد ويأمره يقول له أنا لما تركت بيعتك بيعتك يعني البيعة بتاعتك أنا كنت كافرا، فعدت الآن إلى الإسلام وجددت البيعة. فطبعا شهد بذلك حوالي 7000 واحد، وأما الباقيين كلهم فرفضوا هذا الكلام وقتلوا، وكانت مذبحة كبيرة جدا جدا لدرجة أنه قتل واحد كان معدي 80 سنة، والموضوع كان أثر على نفوس الناس جدا. وصل الخبر دوت خبر المذبحة ديت لسعيد ابن جبير، وعرف أن أكيد هتيجي اللحظة اللي هيقع فيها في إيدين الحجاج ابن يوسف الثقفي، وأكيد هينتقم منه لأنه عرف أنه هو كان واقف ضد الحجاج ابن يوسف الثقفي. ايه اللي حصل يا جماعه في الوقت دوت؟ في الوقت دوت سعيد بن جبير قال اخذ بالاسباب، فابتدى يستخبى في بعض القرى القريبه من مكه، يعني فضل مستخبى هناك لمده 10 سنين، وفضل كل لما يحس ان الحجاج قرب يوصل له بقى يفر ويروح لمكان تاني. حتى اما في يوم من الايام حدث ما لم يكن يتوقعه سعيد بن جبير، وجاءت محنه شديده جدا وكبيره جدا، وكان موقف عجيب جدا لا يخطر على قلب بشر. ايه اللي حصل؟ قدم على مكه والي جديد من قبل بني اميه اسمه خالد بن عبد الله القصري، وكان ما يتخيرش عن الحجاج. كان إنسان ظالم جدا، وكانت سيرته من أسوأ السير، وكان يعني إنسان عنده بطش وعنده جبروت غير عادي. وكان الناس طبعا أصحاب سعيد بن جبير خافوا على سعيد بن جبير، لأن إمام علم الدنيا كلها بتحترمه وتوقره، وكل الدنيا كلها محتاجة لعلمه ومحتاجة ليه في أي وقت. فقدر ربنا سبحانه وتعالى إن هم راحوا قالوا لسعيد بن جبير إن نخشى عليك من خالد بن عبد الله القصري، ده سيرته ما تتخيرش عن سيرة الحجاج بن يوسف، فلابد أن تفر وإن أنت تروح تهرب في أي مكان تاني، ابعد عن مكة بأي طريقة. فسعيد بن جبير قال كلمة عجيبة قوي، قال لهم والله لا أفر، والله لقد فررت حتى استحييت من ربي، بلوم أنا عمال بهرب بقالي 10 سنين حتى ما كسفت من ربنا، إزاي أن أنا أخاف من إنسان بالمنظر ده؟ فأنا خلاص موجود، واللي ربنا يقدره يحصل. ومفيش أيام وقدر خالد بن عبد الله القصري يوصل بمخابراته والعيون بتاعته والجواسيس يوصلوا للمكان اللي مستخب فيه سعيد بن جبير. وراح الجنود قبضوا على سعيد بن جبير وخدوه عشان يوصلوه لمدينة واسط في العراق، علشان الحجاج بن يوسف الثقفي يعني يقتل سعيد بن جبير. فأول ما قبضوا عليه سعيد بن جبير بص لاصحابه وحبايبه تلاميذه قال لهم والله ما اراني الا مقتولا، يعني انا شايف نفسي ان انا هتقتل على يد هذا الرجل الظالم. قالوا ليه؟ حبوا بقى يعني يهونوا عليه الموضوع، ما تخافش يا امام ولعل وعسى يعفو عنك، ويعني ما تتوقعش الشر. قال لهم والله لقد كنت في ليله مع اثنين من اصحابي، من أقرب الناس إلين، وقعدنا نذكر المولى عز وجل وندعو الله عز وجل ونبتهل في الدعاء ونتمنى الشهادة، فكل واحد فينا تمنى أن يرزقه الله الشهادة. فأصحاب الاثنين نالوا الشهادة وبقيت أنا، وما أراني إلا مقتولا. خارج من بيته سعيد بن جبير وبص الموقف المؤثر دوت، ليه بنت صغيرة عمرها حوالي 5 سنين راحت متعلقة في رجليه وقالت له يعني بالبلدي كده سيبني لمين يا أبي؟ ما تسيبنيش يا أبي. وبدأت تتشعلق فيه وماسكة فيه ومش عايزة تسيبه. ويقدر ربنا سبحانه وتعالى إن هو يبص لبنته ويروح مسلك إيديها كده ومطبطب على راسها يقول لها يا بنيتي قولي لأمك موعدنا جنة الرحمن إن شاء الله تعالى. ومشي سعيد بن جبير بعد ما بنته قعدت تبكي بكاء مرير وزوجته قعدت تبكي بكاء مرير. وخرج سعيد بن جبير وحصل كم موقف من أغرب المواقف. موقف الأولاني الرجل اللي واخد سعيد بن جبير ومكتف إيديه واخده علشان يوصله للحجاج بن يوسف الثقفي في واسط علشان يقتله، في وسط السكة كانوا ماشيين مع بعض لمدة 3-4 أيام. فطول السكة
سعيد ابن جبير ما شاء الله عمال عبادة وصيام وقيام ليل واستغفار وتسبيح وقراءة قرآن ودعاء وبكاء، صعب عليه. فقال له: يا إمام، والله إني لا أدري ماذا سيصنع بك هذا الظالم. أنا عارف، أنا موديك لواحد ظالم هيقتلك. يا إمام اهرب إلى أي مكان. تخيل لو حضرتك مكانه ورايح لواحد هيقتلك، والراجل اللي ماسكك، الحرس اللي ماسكك بيقول لك اهرب اهرب، انا عارف ان هو هيقتلك، تعمل ايه؟ ممكن تهرب، ومن حقك يا اخي، ده راجل ظالم. قال له: لا والله، فان الحجاج سيعلم انك قد اخذتني، فان لم تصل بي اليه قتلك انت، ولا اريد ان تكافأ بمثل هذه المكافأة. انا مش عايزك تتعذب مكاني وتتقتل مكاني، ان حرام ان انت تتظلم بسببي. لدرجة ان الامام الاعمش بيحكي، بيقول لما جابوا سعيد بن جبير وطلق بن حبيب وبعض اصحابنا ودخلوا السجن عند الحجاج بن يوسف الثقفي قبل ما ينفذوا بقى حكم الاعدام، فبيقول: دخلت عليهم ورحت قلت لهم كلمة، قلت لهم: معقولة ورجل شرطي واحد من شرط الحجاج بن يوسف جايبكم من مكة لحد هنا، مش قادرين تكتفوه وترموه في الصحراء وتهربوا؟ فقال سعيد بن جبير: فمن كان يسقيه الماء إذا عطش؟ لما يعطش مين اللي كان يسقيه مية؟ سبحان الله، قلبه مشغول على إن الراجل الحارس اللي هيوصله لو كتفوه هربوا منه، مين يسقيه مية؟ نسيبه يموت؟ قد إيه قلوبهم كانت مليانة رحمة. وصل سعيد بن جبير للحجاج، وبالله عليكم ركزوا معايا في الحوار المؤثر اللي دار بين سعيد بن جبير وبين الحجاج بن يوسف الثقفي، هذا الملك الظالم الغشوم. أول ما دخلوه على الحجاج بن يوسف فشافه، فبصله بحقد وغل جديد، قال له: ما اسمك؟ اسمك ايه؟ قال: سعيد بن جبير. يعني هو مش عارف، ما هو عارف. قال له: سعيد بن جبير. قال: لا، بل شقي بن كسير. بدل كلمة سعيد حط مكانها شقي، وبدل كلمة جبير حط مكانها كسير. قال: بل شقي بن كسير. فقال له سعيد بن جبير: بل كانت أمي أعلم باسمي منك، أمي كانت أعلم باسمي منك أنت. فقال له الحجاج بن يوسف، وشوف بقى سوء الأدب العجيب اللي عند هذا الرجل، قال: ما تقول في محمد؟ محمد، محمد كده حاف رسول الله صلى الله عليه وسلم يتقال محمد؟ فقال: ما تقول في محمد؟ فقال: تعني محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه؟ قال: أجل. قال: سيد ولد آدم. وأنا أقرأ لكم بس الكلام اللي دار ما بينهم: سيد ولد آدم، النبي المصطفى، خير من بقي من البشر، وخير من مضى، حمل الرسالة وأدى الأمانة، ونصح لله ولكتابه ولعامة المسلمين وخاصتهم. قال: فما تقول في أبي بكر؟ هو عايز يمسك عليه أي حاجة عشان يقتله. قال: فما تقول في أبي بكر؟ قال: هو الصديق خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذهب حميدا وعاش سعيدا ومضى على منهاج النبي صلوات الله وسلامه عليه، لم يغير ولم يبدل. قال: فما تقول في عمر؟ قال: هو الفاروق الذي فرق الله به بين الحق والباطل. خد بالك، وخيرة الله وخيرة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولقد مضى على منهاج صاحبي فعاش حميدا وقتل شهيدا. قال: فما تقول في عثمان؟ قال: هو المجهز لجيش العسرة، الحافر بئر روما، المشتري بيتا لنفسه في الجنة، سهر رسول الله على ابنتيه، ولقد زوجه الله، ولقد زوجه النبي بوحي من السماء، وهو المقتول ظلما. قال: فما تقول في علي؟ قال: ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأول من أسلم من الفتيان، وهو زوج فاطمة البتول، وأبو الحسن والحسين، سيدا شباب أهل الجنة. دخل بقى في الجد بقى، قال: فأي خلفاء بني أمية أعجب لك؟ مين اللي بتحبه من خلفاء بني أمية؟ قال: أرضاهم لخالقهم. أكتر واحد بيرضي الله هو ده، أحب واحد لقلبي. قال: فأيهم أرضى للخالق؟ كان مين فيهم؟ قال: علم ذلك عند الذي يعلم سرهم ونجواهم.
بدأ يخش بقى في أهم نقطة. قال له فما تقول فيا؟ سألتك عن النبي عليه الصلاة والسلام والخلفاء الأربعة الراشدين وبني أمية، أنا عايز رأيك بقى فيا أنا. فقال له أنت أعلم بنفسك. شوف العز يا أخي، هو عارف أنه عايز يقتله. وخد بالك من حاجة، هو ممكن سعيد بن جبير كان يقول له أي كلمة يحنن قلبه يسيبه بجد، لأن رجل ظالم وغشوم وسفاك للدماء، وأقل كلمة كانت ممكن تخليه يسيبه، لكن أصر أن يمضي على العزة اللي هو عايش عليها. تعالوا نكمل حوار سعيد بن جبير مع الحجاج بن يوسف الثقفي، ولكن بعد فاصل قصير. صلى على حبيبك. هم كالملائكة في السماء مطهرين، روائع التابعين في السماء مطهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعالوا نكمل الحوار العجيب اللي دار بين الحجاج بن يوسف الثقفي الحاكم الظالم السفاك للدماء، وبين سعيد بن جبير الإمام العلم تلميذ ابن عباس رضي الله عنهما. قال الحجاج بعدما سألوا عن النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وسألوا عن خلفاء بني أمية، ثم قال له فما تقول في؟ قال أنت أعلم بنفسك. قال بل أريد علمك أنت، عايز رأيك أنت فيا. قال إذن يسوءك ولا يسرك. تخيل واحد بيكلم سلطان غشوم وظالم وسفاك للدماء وبيكلمه بالجرأة دي كلها، هو عارف انه كده كده هيقتله، هيذل نفسه وبرضه هيقتله. طب وليه أذل نفسي؟ ما أكلمه بعز ما دام كده كده أنا مقتول. ألقى الله أنا عزيز وما ألقاش ربنا وأنا ذليل. أذل نفسي لله إنما للبشر لا. قال إذن يسوءك ولا يسرك. قال لابد أن أسمع منك، لازم أعرف رأيك فيا. فقال سعيد بن جبير إني لأعلم أنك مخالف لكتاب الله تعالى، تقدم على أمور تريد بها الهيبة وهي تقحمك في الهلكة وتدفعك إلى النار دفعا. فقال الحجاج إذا والله لأقتلنك. قال سعيد بن جبير إذا تفسد علي دنياي وأفسد عليك آخرتك. كل اللي هتعمله إيه؟ هتقتلني، هتطلعني من الدنيا، لكن بقتل دوت هكون أفسدت عليك آخرتك، لأنك هتلقى الله بدمي وأنا في النهاية ما عملت لكش حاجة وإنت اللي بتظلمني. قال إذا تفسد علي دنياي وأفسد عليك آخرتك. قال له الحجاج اختر لنفسك أي قتلة شئت، تحب أقتلك إزاي؟ بالسيف ولا غرقك ولا احرقك ولا اعمل فيك ايه؟ اختار القتلة اللي انا اقتلها لك. فقال سعيد بل اختارها انت لنفسك يا حجاج، فوالله لا تقتلني قتلة الا قتلك الله مثلها في الاخرة. فالحجاج قال له اتريد عفوي؟ تحب ان انا اعفو عنك؟ قال ان كان العفو فمن الله، اما منك انت فلا براءة لك ولا عذر. اللي زيك انت مطلوبش منه العفو، مطلوبش العفو الا من ربي سبحانه وتعالى. فاغتاظ الحجاج وقال السيف والنطع يا غلام، بسرعه هات لي السيف والنطع. النطع ده جلد كده بيتحط تحت الانسان اللي هو هيتقتل وهيتضرب بالسيف عشان الدم ما ينزلش على الارض، ينزل على الجلد ده وبعد كده يلموه ويرموه. قال السيف والنطع يا غلام. فتبسم سعيد بن جبير، ركز معايا في الحته المهمه دي، حته في غايه الروعه. فتبسم سعيد بن جبير، فتعجب الحجاج، قال انت بتبتسم ليه؟ قال اعجب من جرأتك على الله ومن حلم الله عليك. يا سبحان الله، شوف الكلام بيقول له اعجب من جرأتك على الله ومن حلم الله عليك. فقال الحجاج اقتله يا غلام. فاستقبل سعيد بن جبير القبلة وقال وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. فقال له ابعدوا عن القبلة، حرف وشه عن القبلة. قال فأينما تولوا فثم وجه الله.
فقال له كبوا على الأرض، ارميه على الأرض. قال منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم طارة أخرى. فصرخ الحجاج وقال اذبحوا عدو الله، اذبحوا عدو الله. فرفع سعيد بن جبير كفه إلى السماء ورأسه إلى السماء وقال اللهم لا تسلط الحجاج على أحد بعدي أبدا. وربنا استجاب دعوته، الحجاج ما قتلش حد بعد سعيد بن جبير، مع أنه قتل آلاف البشر، قتلهم وسفك دمائهم الحجاج بن يوسف، لكن بعد قتل الحجاج، بعد قتل سعيد بن جبير، ربنا ما سلطوش على حد، فقتل سعيد بن جبير. بعد وفاة سعيد بن جبير تحولت حياة الحجاج بن يوسف الثقفي إلى جحيم، جحيم. 15 يوم ما ينامش، كل يوم يجي ينام ويقوم مفزوع، يقول هذا سعيد بن جبير آخذ بعنقي، وفي رواية آخذ برجلي، مالي ولسعيد بن جبير، ردوا عني سعيد بن جبير. كل يوم يجي له في المنام ويظهر قدامه وكأنه بيخنقه أو كأنه بيجره من رجليه، وهو يقوم ويصرخ هذا سعيد بن جبير، ردوا عني سعيد بن جبير. وفضل يمشي في الشوارع، حجاج بن يوسف يمشي في الشوارع يكلم نفسه ويقول لهم هذا سعيد بن جبير، مالي ولسعيد بن جبير، ردوا عني سعيد بن جبير. وتمر 15 يوم ويصاب الحجاج بن يوسف الثقفي بالحمى ويشتد عليه المرض ويموت. قال الإمام الذهبي رحمه الله رحمة واسعة، رؤي الحجاج بن يوسف في النوم بعد موته فقيل له ما فعل الله بك؟ قال قتلني بكل قتيل قتله، كل واحد قتلته قتلني قدامه قتله، وقتلني بسعيد بن جبير 70 قتلة، 70 مرة في مقابل سعيد بن جبير. فلما مات الحجاج بن يوسف الثقفي وصل خبر موته لإبراهيم النخعي فبكى من شدة الفرح، وقام الحسن البصري سجد شكرا لله وقال اللهم أمته فأذهب عنا سنته. خلاص يا رب مش عايزين واحد ظالم تاني زيه ويجي تاني يا رب. ولما أخبر طاووس بموت الحجاج بن يوسف قال فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. حقيقة لما تقعد تتأمل لموقف سعيد بن جبير مع الحجاج بن يوسف، موقف عجيب قوي، إمام علم ربنا نفع به المسلمين، كان إمام الكوفة والدنيا كلها بتتلمز على ايديه، ومعروف إن ده تلميذ ابن عباس رضي الله عنهما، وياما ربنا نفع بعلمه، وكان إمام في التفسير والفقه واللغة وكل ما شاء الله في كل علوم الدين، وربنا نفع بيه كتير. إيه اللي يخلي واحد زي الحجاج بن يوسف يقف الموقف دوت ضد واحد زي سعيد بن جبير؟ حتى لو كان سعيد بن جبير صاحب قضية وفعلا نفسه يخلص من ظلم الحجاج بن يوسف، وما كانش لوحده، ده كان آلاف البشر نفسهم بيخلصوا من ظلم هذا الرجل الظالم الجائر. فكون إن أنت عرفت إن هو اعترض عليك من كثرة الظلم اللي انت فيه، ده كان يديك فرصة ان انت تتوب وترجع الى الله سبحانه وتعالى وتبعد عن الظلم اللي انت كنت بتظلمه للناس، مش ان انت كمان تكمل مسيرة الظلم وتقتل علم من اعلام المسلمين. وقتل اي مسلم مصيبة، فما ظنك بقتل عالم؟ ربنا نافع به المسلمين ونافع به الأمة الإسلامية. وشوف الحوار اللي دار بين سعيد بن جبير وبين الحجاج بن يوسف الثقفي، حوار كله عزة. سعيد بن جبير يا جماعة كان يقدر يخش على الحجاج ويقول له كلمتين مجاملة ويقول له أنا آسف أنا كنت غلطان في حقك، لكن أنت فعلا إمام وحاكم العراق وأنت على راسي من فوق وأنت وأنت، وكلمتين وكان يخلص. وهو نفسه الحجاج قال له أتريد عفوي؟ أحب إن أنا أعفو عنك؟ لو كان قال له كان يقول له طب قول لي كلمتين استرضيني بيهم وانا اخرجك وتمشي، وبالعكس ده انا ممكن اخليك من المقربين الي. لكن سعيد بن جبير رفض. عارفين رفض ليه؟ لان لو عمل كده
هيجي ناس كتير من بعده هتعمل كده وهيقولوا سعيد بن جبير عمل كده واحنا مش احسن من سعيد بن جبير، والكل هيمشي زي ما كان هو ماشي ويعمل زي ما هو عمل. واهل العلم بيخافوا من الحته ديت، لدرجه ان بيحكى ان في واحد من اهل العلم في يوم من الايام كانوا عايشين في زمن ملك من الملوك الظلمه، وجي امر الناس ان ياكلوا لحم الخنزير. خدوا بالكم من الكلام ده، ياكلوا من لحم الخنزير، واللي مش هياكل هيقتل. فجم عند الامام العالم ده، امام الائمه الكبار، فجم عند الامام دوت، فالحرس بيحبوه فقدموا له لحم شاه بدل لحم الخنزير، وقالوا له كل يا امام اطمن، احنا بدلنا لك اللحم وبدل لحم الخنزير حطينا لك لحم شياه. وجي بقى الملك قال له يلا كل من لحم الخنزير، واللي قدامه ده مش لحم خنزير ده لحم شاه، فرفض ياكل. فقال خلاص يقتلوه. فالحرس قالوا له طب ليه رفضت تاكل؟ ده احنا دلوقتي هنقتلك بامر الملك، ده احنا حطينا لك اصلا لحم شاه مش لحم خنزير. قال لهم انا اللي اعرف انه لحم شاه وانتوا اللي تعرفوا، انما الناس ما تعرفش. فلو اكلت من لحم الشاه وهو الناس فاكرين انه لحم خنزير، الكل سياتي وسيقلدني واكون انا اسوه ليهم في الشر، فالكل يمشي ورايا ويقول الامام عمل فاعمل زيه. شفت الانسان لما يكون راس بيفكر مش في نفسه بس، بيفكر في اللي هيمشي وراه ويعمله زيه. ممكن انسان يتعرض لك كرجل عالم او كداعيه ويسبك ويشتمك ومن حقك ترد عليه، لكن مش هرد، لان انا لو عملت كده في ناس كتير بتمشي ورايا وبتحبني وهيقلدوني لو عملت كده. ممكن اكون انا هعمل حاجه غلط، هخش في مكان ولو لمره معصيه في حياتي وتعدي وتوب الى الله، وعندي من مكفرات الذنوب كتير، رجل باب بتدعو الى الله وبتصلي وبتصوم وتعمل وخيرات كتيره جدا، لكن الناس هتقلدك ويبقى كله في ميزان سيئاتك. عرفت ليه المساله بتبقى خطيره لما تكون انت راس؟ فالراس بيقتدى بيه، فعشان كده لازم تحذر. ده اللي خلى سعيد بن جبير يضحي بحياته ويقتل شهيد نحسبه كذلك ولا نزكي على الله احدا، علشان ما حدش يجي يتنازل عن دينه من بعده ويجامل وينافق على حساب الشرع وعلى حساب الدين. انتهت قصه سعيد بن جبير، لكن حياته فعلا ما انتهتش، وقصته هتفضل نبراس لينا، وعمرنا ما هننسى سعيد بن جبير التلميذ ابن عباس، ونفضل ندعي له ونترضى عنه ونترحم ونقول ربنا يرضى عنه ويرحمه ويجمعنا به في الجنة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حدثونا عن كرام